بصحى من الفجر بصراحة عشان التمرين أنا وصحابي يعني، فبنصحى من الفجر تمريننا الفجر بنلعب تأديف هنا، فيومنا بيبقى طويل قوي، فمفيش حاجة بتخلينا متفائلين أكتر من كده يعني. بسمع قرآن، بقعد في حتة فاضية، ببقى هادي، أذاكر، أعمل أي حاجة كده اللي هو تشغل دماغي، مقعدش أفكر كتير. لما بصحى بدري قوي بعمل فطار لنفسي وكده، ومش عارفه يعني لما بنزل بقى الصبح وكده بحس ان انا مبسوطه. بحب جدا اصحى بدري، يعني انا بحب ان انا يومي يبدا بدري الصبح، بحس بتفاؤل جدا، بعد كده بيبقى عندي تمرين دايما بتمرن وكده، وبس بعدين بقى بالليل برجع اقعد مع عيلتي وكده. وكان دايما الجيم بحب اروح قوي وبيبسطني جدا، ولما بخرج مع اصحابي برضو حاجات بتبسطني قوي، واهلي بقعد انا واهلي بالليل بنتفرج مثلا على حاجه او كده، او قاعدين مثلا على غدا او كده، طبعا دي حاجه بتخليني مبسوط جدا. بحب العب رياضه، الرياضه بتديني طاقه ايجابيه كتيره، بحس بالتفاؤل مثلا لما ابدا يومي من بدري وكده، بحس ان انا ممكن احقق شويه حاجات.